أعلنت مديرية شرطة الطاقة عن ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في بغداد وألقت القبض على 2 من المتهمين. قالت المديرية في بيان إن قوة من شرطة الطاقة تمكنت وبحسب معلومات استخبارية من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة شمال بغداد، وأضافت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط 6 عجلات منها 4 صهاريج وشاحنة تبريد لتحميل اسطوانات الغاز السائل وخزانات حديد محملة بمنتوج نفطي، إضافة إلى مواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة.